خلينا نتكلم عن الإنجازات وتحديدا عن قصة الجواد سكود اللي يعتبر من أقوى خيول السرعة ومتميز كثير بميادين وإله إنجازات رغم أنه عمره 3 سنوات. سكود هو لمالكه محمد عبيد القحطاني من الاسطبلات الشعبية. رح نتعرف أكثر ونسمع من محمد عن هذا الجواد صاحب الانتصارات الكثيرة والمميزة ومن أهمها كأس المؤسس للعام الماضي. من أول ما انولد وهو فعلا مميز في شكله في رفع الحصان شوي، ولكن ما يختلف عن إنتاجي الباقي، يعني كالتركيب والشكل يعني نوعا ما هو في اختلاف عن الخيل لأنه شوية في الارتفاع شوي. أنا بحكم أنه أنا يعني مشغول وبحكم أعمالي وكذا فما عندي استطاعة أنه أنا أحضر جميع السباقات. الكاس هذا يعني داخلياً شعور داخلياً أنه في شيء ما سيحدث، حتى ولو أنا راح أحضر، ولكن هناك شيء ما أشعر فيه، أحس أنه في شيء بيصير. فسبحان الله يعني توافق حضوري بفوزه بالكاس، ويعني استلمته من يد خادم الحرمين الشريفين. هذا شيء اعتز فيه جدا، خادم الحرمين الشريفين يعني الاب الكبير لنا. فانا لما اسلم عليه واخذ الكاس من يمينه هذا بالنسبه لي مكسب، المكسب الثاني اللي هو الكاس. فاعتبر نفسي انا في عيدين، سلام عليه وأخذ الكاس. المدرب حمد الرشيد مدرب قدير، رجل عنده خبرة كبيرة جدا، رجل يصنع أبطال، رجل يرتقي في الخيل، يعني رجل مهني وحرفي في شغله. فكنت حريص أنه أربط عنده خيل للتدريب، وهو عارفني أنا يعني أنه كإنتاج كنوعيات خيل وكذا. فتوفقنا والحمد لله اللي وصلنا إلى هذه المرحلة. الكاس هذا لكم يا ملاك الخيل في السعودية دون استثناء، قبل ما يكون لي أنا. الكاس هذا جاء بعد جهد، بعد عناء. الكاس هذا ما في شيء اسمه مستحيل. أنا كنت حاط في بالي الكاس هذا و أتمنى يوم من الأيام أني أكسبه، هذا هو الهدف عندي وهدفي أبعد من ذلك، ولكن ما يمنع أن الواحد يحط له هدف ويسعى له. فأتمنى لهم كل خير، أتمنى لهم التوفيق، أقول لهم مبروك لكم الكاس، الكاس هذا لكم قبلكم. هي معادلة، المعادلة تكون حصان ممتاز، نوعية فاخرة إن كان من ناحية الدماء أو في الشكل، مدرب محترف يرتقي في الخيل. في النهاية الجوكي هو اللي بيكون الحال الفاصل في التراك اللي هو في حلبة السباق. المعادلة هذه لما تجتمع تأتي بثمارها، حصان جيد أو ممتاز، مدرب محترف متمكن، جوكي ذكي وبروفيشنال يعني محترف في ركوبه. أنا أتوقع هذه هي عوامل النجاح. أمه من سلالة شقران، شقران حصان أمريكي جروب 1، أبو الأم والسكوت ولد جواد، فهو سلالة عريقة، والبنات شقران تنتج أبطال، وأصبح هذا الحصان من الأبطال اللي أنتجتها. والله كان عمره تقريبا داخل السنتين فأستلمته، من يوم كان ياخذ التمارين الكناتر وما الكناتر، وراح الحصان صيف معي في الطائف، كنا رايفين به في تمارينه وفي كل شيء، وسابق الحصان في الطائف شعبيين وجاء ثالث،
وسابق في الرسمي في الطائف وجاء ثالث. فعبارة أن الحصان هذا مستواه ممتاز، ما نزل عن المستوى زي بعض الخيل تنزل وراء، بس في تقدم. أنا كشعور شعور الشعبيين اللي افترحها بها، والمنتجين الشعبيين لأنهم تحققوا أمالهم إنهم يصلون للمرحلة هذه. من أول ما عندهم أمال الشعبيين إلا ما قل إنهم يصلون لهذا الكاف، لكن بعد فوزي وبعد فوز سكوت صار عندهم أمال وصار عندهم طموح إنهم ينافسون على هالكاس، لأن هذا الكاس هو ثمرة الخيل اللي عمرها سنتين وثلاث. كل أي اسطبل، كل أي منتج من ملوك من أمراء إنهم يحققون هذا الكاس، والشعبيين صار لهم أمال كبيرة إنهم يصلون لهذا الأمر. الكؤوس الماضية في السنين اللي راحت كانت مسيطرة سيطرة تامة. الإنجاز هذا يحسب للأخ محمد عبيد والمدرب محمد الرشيد، بحيث أنه أول اسطبل شعبي يحقق البطولة هذه. بما أن البطولة هذه تاج البطولات، جميع المنتجين جميع الملاك كلهم حريصين على أنهم يظفرون بهذا، والحمد لله نتمنى لهم التوفيق. وحصانهم ما قصر، اللي هو الحصان سكوت، كانت المنافسة عالية جدا، الجياد المشاركة كانت جميعها مرشحة من الاسترد رقم 1 إلى الاسترد رقم 18، لأن الجياد هذه ما جاء كانت في الكأس إلا هي مرشحة. لكن الحمد لله الحصان سكود استطاع أنهم يوصلونه للمناسبة هذه، وكان في أحسن ظروفه وحقق المبتغى.